السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة 91، عندنا lesson 6، عندنا يقول لي هنا make conversations، قم بأداء محادثات محاورات. شوف لحظة أعزائي، هاي العلامة تدل على أنه شخصين يقومون بالمحاورات. هنا راح نشوف هنا ايش قايلة هاي البنية. What will we do if we got cold? What will we do if we get cold? ماذا سوف نحن نفعل؟ ماذا سوف نحن نفعل؟ If we got cold، إذا شعرنا بالبرد، إحنا شو راح نسوي؟ صديقتها قالت لها، don't worry، لا تقلقي. If we get cold، إذا نحن شعرنا بالبرد، we will put on our warm clothes، نحن سوف نلبس ملابسنا الدافئة. طيب student A هنا يقول student A و student B راح نشوفهم هذولا، يقول لي use these phrases، استخدم هذه العبارات to ask more questions، لكي تسأل أسئلة أكثر، get lost يضيع أو يتيه، get sick يتمرض، the motor stops المحرك يتوقف، the boat sinks القارب يغرق. هسه راح نشوف student B نقول له use these phrases، استخدم هذه العبارات to answer الإجابة على questions الأسئلة. use the compass يستخدم البوصلة، use the oars يستخدم المجاديف، take some medicine يأخذ بعض أو يتناول بعض الأدوية، swim يسبح. راح نشوف هسه أعزائي، يقول لي write three questions and answers، استخدم ثلاث اكتب ثلاثة أسئلة وأجوبة. راح نشوف هسه أعزائي، راح نشوف هسه هذا التمرين. يقول what will we do، number one، what will we do، ماذا نحن سوف نفعل، if we get lost، إذا نحن ضللنا، إذا نحن تيهنا. هنا يقول don't worry، if we get lost، إذا نحن ضللنا، we will use، إذا نحن تيهنا، we will use the compass، نحن سوف نستخدم البوصلة. number two، what will we do، ماذا نحن سوف نفعل، if we get sick، إذا نحن تمرضنا، شو نسوي؟ يقول don't worry، لا تقلق. If we get sick، إذا نحن تمرضنا، we will take، نحن سوف نتناول some medicine، بعض الأدوية. طيب what will we do، ماذا نحن سوف نفعل، if the boat sinks، إذا القارب غرق، إيش راح نسوي؟ يقول له don't worry، لا تقلق. If the boat sinks، إذا القارب غرق، we will swim، نحن سوف نسبح. لاحظونا أعزائي هنا الإف، جملة الإف راح تكون بزمن الجملة اللي مع المرافقة للإف، إف الشرطية معنى إذا، راح تكون في زمن المضارع البسيط، تلاحظون. والجملة الثانية راح تكون في زمن المستقبل البسيط، will زائد فاعل زائد will زائد فعل مضارع مجرد زائد تكملة الجملة إذا كان هناك تكملة. طيب انتهت صفحة 91 أعزائي، وإلى اللقاء. السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة 92 unit 7 كتاب النشاط، يقول لي complete these sentences، أكمل هذه الجمل using، مستخدما the correct endings، النهايات الصحيحة from those below، من هذه العبارات أو الجمل below، أدناها في الأسفل وأدناها. صراحة نشوف هسه راح نشوفها أعزائي وياكم مع حلها. يقول if Nadia gets better from her if Nadia gets a letter from her friend، يقول إذا نادية تلقت رسالة من صديقتها بالمراسلة، she will be very happy، هي ستكون سعيدة جدا. شوف أعزائي هاي النهايات، هذا السهم أنا من جايب لكم إياه من الثانية، she will be very happy، هذا وين نخليه؟ نكتبه هنا، لاحظونا أعزائي هذا ينكتب هنا. طيب إذا لاحظوا الجملة الإف تكون بالبداية، نادية بزمن المضارع هنا نادية، هاي جملة الإف راح تكون بزمن المضارع البسيط، نادية تعتبر من هي وشي وإت، والفعل مالتها ياخذ اس، هذا اس الشخص الثالث،
إذا نادية تلقت رسالة من صديقتها بالمراسلة، هي سوف تكون سعيدة جدا. طيب نمبر 2، if the boys، إذا الأولاد lost the match، خسروا المباراة، إذا الأولاد خسروا المباراة، they now want، جاي من will زائد not، they will they won't like it، فهم سوف لن يحبوها، لن يحبون المباراة لن خسروها. لاحظونا أعزائي جاي منين؟ They will won't like it، فهم سوف لن يحبوها. طيب ثلاثة، she'll burn herself، هي سوف تحرق نفسها، هي سوف تحرق نفسها. if she falls into the bath، إذا هي وقعت في الحمام، إذا هي وقعت في المغاسل، فهي ايش راح يصير؟ سوف تحرق نفسها. تلاحظون أعزائي من جاي هذا السهم؟ هنا. رابعة، if the motor stops، إذا المحرك توقف، they will use the oars، فهم سوف يستخدمون المجاذيف، فهم سوف يستخدمون المجاذيف. طيب 5، they will have an accident، فهم سوف يتسببون يعني في حصول حادث لهم. if they ride to، إذا هم ركبوا اثنين on a bike، على البايسكل، إذا هم ركبوا اثنينهم على البايسكل، هم شاحصون، they will have، سوف يتسببون في حادث، an accident لهم. تلاحظون أعزائي هذه هنا، if they ride two on a bike، إذا هم ركبوا اثنين على البايسكل راح يتسببون في حصول حادث. طيب هنا lesson 7، read and talk، student A، هنا هذا مثل المحاورة أعزائي، هذا الـ A، هسه راح نشوف هذا الـ A وهذا الـ B أعزائي، مر عليكم هيك ايش تمرين، طبعا هذا بالصف يصير عادة بالصف، انت ممكن شنو هذا الستودنت اي طالب اي ايش راح يقول، مثلا راح يقول هاي عبارة، I've heard that Rashid hurt himself، انا قد سمعت ان رشيد قد اذى نفسه، او تقدر تقول has had an accident، قد حدث له حادث. هذا حكاها مو حكاها هاي العبارة هذا الستودنت اي. الستودنت بي ايش راح يقول؟ Yes he did، نعم هو يعني، وهذا دا يسأل يمكن بصيغة يعني عنده علم او ما عنده علم، سمع انه رشيد مأذي نفسه او مسبب حادث، فالستودنت بي ايش راح يقول له؟ يجي دوره يقول له Yes he did، نعم هو قد فعل ذلك، Yes he has، زين. طيب يرجع الستودنت اي ايش يقول؟ طالب اي ايش راح يقول؟ راح يقول Is he bad او Is he okay، هل هو يعني متأذي بحالة سيئة، نو او يقدر يقول Is he okay، هل هو على ما يرام؟ ايش راح يقول له الستودنت بي؟ not too bad، ليس سيئا جدا، ليس في حاله سيئه جدا. no he isn't، كلا هو ليس كذلك، حسب الحاله. هنا ايش راح يقول الستودنت اي؟ راح يقول what happened، ماذا حصل؟ what did he do، ماذا هو فعل؟ تقدر انت تختار هالشكل، تقول هاي العباره او تقول الوات وزاد تختار هذه. ايش راح يقول هنا الستودنت؟ يقول he cut himself with a knife، هو اذى او جرح نفسه، هو جرح نفسه with a knife، بسكين، او نقول he burned himself، هو احرق نفسه. لاحظونا اعزائي راح نروح على السابع، انه شو يقول هذا الستودنت اي؟ ايش راح يقول؟ where did this happen، متى حدث هذا، او يقول how، كيف حدث هذا، تختار مثلا where او how، كيفك. راح يرد عليه الستودنت بي، شو يقول له؟ he was taking a bath، هو كان ياخذ حمام، كان يغسل بالحمام. the water was too hot، والماء كان حارا جدا. طيب او يقول in the kitchen، في المطبخ، he was cutting meat، هو كان يقطع لحم. طيب ايش يرد عليه الستودنت اي؟ يقول له where is Rashid now، اين رشيد الان؟ او يقدر يقول did he go to the hospital، هل هو ذهب الى المستشفى. الاخير ايش راح يقول للستودنت بي؟ راح يقول yes they kept him in a hospital overnight، هم احتفظوا او وضعوه في الهوسبيتال overnight، خلال اثناء الليل خلوه بالمستشفى، او he is at home، او هو في البيت. يقول لي now make different conversations، والان قوم، هذا المدرس او المدرسه عنده مجال يسوي لكم now make، يقول الان قوموا بمحادثات مختلفه، يعني اشبه بهذه المحادثات اللي تتعلق بالازمان اللي انت اخذتوها لحد الان، فد شيء نشاط يكون بالصف. بي يقول لي write warnings about these things،
اكتب تحذيرات حول هذه الاشياء. شنو هذه الاشياء؟ children playing in the kitchen، الاطفال يلعبون في المطبخ. يقول لي don't play in the kitchen، لا تلعبوا في المطبخ. you will hurt yourselves، سوف تؤذون انفسكم، انتم سوف تؤذون انفسكم. طيب plastic bags and children، الاكياس البلاستيكيه والاطفال. never play with the plastic bags، لا ابدا ابدا لا تلعبوا مع بالاكياس البلاستيكيه. you will، انتم سوف تقتلون انفسكم. طيب matches and children، اعواد الثقاب، اعواد الثقاب والاطفال. never play with the matches، ابدا لا تلعبوا باعواد الثقاب. you will burn yourself، انتم سوف هاي طبعا يخاطب شخص yourself، yourself لانه هذا للشخص مفرد، بس yourselves للجمع هنا. يقول لا تلعب باعواد الثقاب، انت سوف تحرق، انت يمكن ان تحرق او سوف تحرق نفسك. تعزائي صفحه 93 والى